وليد اسمعني من فضلك، اتكلم على انه في مفيش ادله، ولو كنا بنتكلم على طرف ثالث فهناك ايضا ادعاءات بتلقي باللوم على من قدم لائحه اتهام ضد الرئيس السابق. احنا هنتوقف قليلا وهنذهب لميدان التحرير. استاذ سعيد، يعني هذه صورة حمدي صباحي محمول على الأعناق في داخل ميدان التحرير، احنا نراها. و وضحها لي شوية. صباحي له تصريح اليوم بيقول لن نخون دماء الشهداء ولن نسمح بإعادة إنتاج نظام القمع والفساد والاستبداد. هذا تصريح لحمدين صباحي اليوم، هو الآن محمول على الأعناق في داخل ميدان التحرير. وهو كتب على موقع تويتر لكل المصريين في الميدان قائلا: إيد واحدة في ميادين وشوارع مصر، نستعيد ثورتنا وننتصر لشهدائنا، ويشرفني الانضمام للشعب القائد والمعلم في ميادين تحرير مصر. ده على حسابه في تويتر. محمد دي المشاهد. خلي بالك، يعني هو نفس على فكرة يعني احنا عايزين بس علشان خاطر يبان ان هناك موقف موحد. فضل. نفس الامر او اقترب منه، يعني الاخوان قالوا ان هم، الدكتور محمد مرسي قال ان هو مش عارف لو فاز هيعيد، الدكتور عامل عمل مفتوح. فانا عايز اقول لك دلوقتي ايه، هو حمدين محمول على الاعناق، لكن احنا قدام طيف ثوري بيتجدد بيشارك فيه الكل. حمدين باعتباره كان رمز في المعركه الانتخابيه وحقق النتيجه اللي حققها والتي اذهلت الجميع، محمولا على الاعناق الان. يعني انا دلوقتي قدام مشهد بيتجدد فيه ايه، ان كل الاطياف الثوريه بتتوحد علشان خاطر تواجه ما حدث. لكنه مشهد، يعني طبعا ده المخرج خالد يوسف اللي هو في حمله حمدين صباحي، واكيد اعضاء الحمله كلهم نازلين معاه. لكن ماذا ترى في تفاصيل هذا المشهد؟ يعني حمدين صباحي بين الجماهير يوم الحكم الصادر ضد مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي، ميدان التحرير امتلأ وحمدين صباحي على الاعناق. يعني ماذا ترى من هذا الشكل في المشهد يا استاذ؟ يعني لا، لو احنا عايزين نتكلم يعني عشان نربط ما بين الحدثين، هو في النهاية كان مرشح حلم لكثيرين. ربما يعني 4 مليون و8 من عشرة، يعني اقترب من 5 مليون. خلينا نقول ان الفاصل بينه وبين اللي بيعيده دلوقتي ما كانش هو بالنسبة للمصريين البسطاء الفقراء المعمشين، هو كان بيقول ان انا لو نجحت مش هدخل القصر الجمهوري الا في ايدي أمهات الشهداء واسرهم. هو بالنسبة لي المعركة الانتخابية خارج التصنيفات، يعني لم يكن وراءه تنظيم زي الإخوان، لم يكن وراءه قوى منظمة جاية من الفلول بالنسبة لأحمد شفيق. هو كان صوت المهمشين، صوت الفقراء، صوت البسطاء، صوت أمهات الشهداء، وبالتالي هذا الحشد أعطى نتيجة مذهلة بالنسبة لحمدين، فاجئ الكل. وكان بديلا أمينا للكثيرين. وكان بديلا أمينا. حمدين لو كان دخل معركة الإعادة كان هيكون معبر آمن لوضع فيه مأزق كبير، يعني سياسيا، وكان هيخرجنا من الثنائيه اللي احنا محشورين فيها دلوقتي ومحيره الناس كلها. استاذ سعيد، باعتبار انه القاضي لا يحكم الا لا يحكم الا وفق العلم العام، الا بتوثيق المستندات التي امامه. صحيح. ولكن هنا ايضا على الجانب الاخر نرى مشهد، نرى راي اغلبيه كانت متوقعه حكم معين. لا يعني انا شفت 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 التقرير رفض للحكم. ولكن دان كمان هيكون نفس الراي ده. طب ما احنا التقرير قدامكم، التقرير اللي تم اذاعته اللي هو من الناس اللي بره في المحافظات تقريبا على نفس الموجه، يعني بغض النظر هم عايزين يعني عايزين حكم شكله ايه او كده، بس في ناس نظرت له على انه حكم عادي. لا ده تقريبا 2 أو 3 اللي انا سمعتهم من التقرير، يعني واحد بيقول الراجل عنده 84 سنه يبقى خلاص. خدت بالك؟ بس يعني هي يعني سعيد نظل نتحدث برضو عن حكم قضائي. يعني من الممكن ان الادله القانونيه لا ترضي، لكن ايضا هو حكم قضائي. احنا خلينا انا عايز اريحك في المساله ديت واقول لك ارجوك تفضل انا عايز اريحك في المساله ديت واقول لك نحن امام، او يعني اذا كانت الثوره حدث استثنائي في تاريخ مصر، فكان الخطا من البدايه
ان يتم اصلا قضاء عادي، القضاء العادي. خدت بالك؟ والحقيقه ان اصوات كثيره اترفعت وقتها، حتى قانونيين وقضاه وسياسيين قالوا ان لابد ان يكون هناك محاكمه خاصه، محاكمه تاخذ طابع ثوري، اي تصنيف من التصنيفات ديت، وده موجود في كل تاريخ الثورات. لكن انت هذا الحدث الاستثنائي بدات تفصله او تحكمه بقانون.